كم مرة في حياتنا بنقول حاجات وبنرجع نندم عليها؟ مش في حياتنا ده، كم مرة في الساعة بنقول حاجة ونقول يا ريتنا بس ما قلناهاش. بس على السوشيال ميديا والإنترنت الموضوع بيأثر جامد جدا على الناس، عشان ما بنعرفش نعتذر لهم، ما نعرفش تأثير الكلام بتاعنا ده بيبقى عامل إزاي. فقبل ما ننشر حاجة أو نكتب بوست، يا ريت نفكر في الناس ونشوف إذا كان ده هيأثر على الناس بطريقة سلبية ولا لأ. يونيسف وتيك توك عملوا مبادرة اسمها Practice the Pause. المبادرة دي لطيفة جدا عشان يخلوا الإنترنت آمن ومفيد أكتر للناس كلها.